مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع في حلقة جديدة من الحلقات اللي بسويها عن الحياة في كندا. طبعا الهدف من هذا البرنامج هو إعطاء بعض المعلومات أو تجميع بعض المعلومات اللي بتهم المواطن اللي عايش في كندا، خاصة القادم الجديد، يعني اللي ما عنده معلومات عن المعيشة في كندا. اليوم بدنا نحكي عن موضوع مهم جدا جدا جدا، لكن إذا أنت شايف هذا الموضوع فعلا مهم وشايف انه الفيديوهات تبعتي فعلا بتفيدك وبتفيد غيرك، ما تبخل علي بعمل لايك، تعمل شير للفيديو، وكذلك نفس الامر تعمل سبسكرايب للقناة عشان تساندني، واظن ان شاء الله رب العالمين اجيب لك مواضيع مهمة. اليوم نتكلم عن موضوع كيف تجهز منزلك لفصل الشتاء في كندا. فصل الشتاء في كندا ليس كباقي الفصول، فصل صعب وكلنا عارفين، بيجي امور ثلج كتير، بتيجي برد كتير، بصير في أمطار، بتدوب هاي الثلوج، ممكن تسبب فيضانات، فكل هاي الأمور حنتكلم عنها نقطة باي نقطة. عندنا 13 نقطة مهمة يجب أن تتبعها تقريبا في كل منزل، في كل منزل يجب أن تتبعها إلا إذا ما عندك هذا الشيء. فإذا كنت عايش أنت في منزل لا تبخل على نفسك باتباع هاي النقاط، لأنه فعلا حتوفر عليك وقت وجهد ومال ويمكن حياتك وحياة أبنائك. خلينا نبدأ في النقطة الأولى. النقطة الأولى اللي هو تعمل تشيك أو تفحص جهاز الإنذار اللي هو تبع الفاير وتبع السي أو المونوكسايد والفاير. عادة هاي الأجهزة الحديثة الآن منها بتكون مع بعض، في ناس بتكون عندهم مفصولة، لكن للأسف 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 كتير ناس عندنا بطفوها أو ما بيهتموا بتغيير البطارية على البطارية، وإذا هي على الكهرباء ما بينتبهوا لصلاحيتها اللي هي تقريبا 10 سنوات. هذا الموضوع للأسف موجود ومشكلة كبيرة عم بتصير في الجالية، صار أكثر من حالة حريق. البيوت هون في يا جماعة في كندا خشب، لما بتطلع على الهاي خشب، أوكي، وهذا بيؤدي للأسف إلى حريق سريع جدا في البيت، يعني أحيانا دقائق بيكون كل البيت محروق. فلا سمح الله صار حريق، هذا الموضوع راح ينقذك وينقذ أبنائك. كثير للأسف سمعنا من أبناء الجالية انحرق كل البيت وتوفى كل أشخاص اللي موجودين الله يرحمهم جميعا، لكن لو كان موجود هذا جهاز الإنذار طيب 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 الصوت هذا، فقديش بدي أعمل إمفرسايز زي ما بيحكوا تركيز على هذا الموضوع ما بتعرفه. الموضوع مهم جدا. أنا كنت أروح عند شباب وعرف انهم بالبيزمنت يطفوه عشان يأرجلوا في البيت وما يطلع. يا جماعة ما تسووا هذه الحركة، هذه الحركة يعني انت يمكن عشان تفرح لك ساعة بالأرجيلة تبعتك تروح لا سمح الله تفقد أبنائك، يعني الموضوع جدا صعب. وصارت ومش ما صارت، صارت في الحالة، وبس راجعوا الأخبار، صارت حالة في تورونتو، صارت حالات في أوتوا، وصارت حالات في هاليفاكس، هذا اللي بتذكرها، وكلهم من أبناء الجالية العربية. فانتبهوا يا جماعة على موضوع الجهاز اللي بتعلق في السقف اللي هو بسموه فاير ألارمز أند مونوكسايد ديتكتورز، هذا مهم جدا 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 تفحصه. للعلم في مخالفة إذا البطارية أنت مش مغيرها، وإذا إجت الإطفائية عادة بيعملوا راندوم تشيك وما فحص وفحص ولقوا أنك مش مغير البطارية. عادة في كندا القانون لازم تغير البطارية بغض النظر شغالة مش شغالة، كل تغيير ساعة، كل ما تغير الساعة في الفصل يعني بشهر 3 وبشهر 11 لازم تغير البطارية. الموضوع الثاني لازم تسموه بسموه اللي هو درين البايبس. معظم البيوت في حنفية في الخارج عشان تعرف تسقي الزريعة. هاي الحنفية شو بصير فيها؟ آخر مرة انت سقيت الزريعة بضل في مية توصل لحد محل الإغلاق، فالمية هاي بالشتاء بتفرز فبتتفجر هاي الأنابيب وبتسبب لك ليك وبتسبب مشاكل كتير انت بغنى عنها بفصل الشتاء. اللي مفروض تسويه تدخل على البيت، عادة في البيزمنت عندك محبس في السقف بيكون قريب من وين مخرج الهاي، دور عليه بتلاقيه زي 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 مكان، بتسكره كويس وبتخرج على الخارج، بتفتح الحنفية بحيث انه ينزل كل الماء. إذا عندك في هوز أو اللي هو
احنا بنسميه البربيش او اللي بيستخدمه لسقي الزريعه برضه لازم تعمل له درين، يعني لازم تشيل كل الماء اللي موجود فيه عشان ما يتفجر في فصل الشتاء. الموضوع الثالث اللي هو قصاصة العشب، طبعا لازم تقص العشب قبل نهاية الشتاء لما قدر يعني آخر إشي يعني بشهر 11 خلينا نحكي، وتعمل دي تشيل البنزين اللي موجود، مش الزيت، البنزين الموجود في قصاصة العشب. ليش؟ في فصل الشتاء لما يضل البنزين موجود بتجمد وبتجمد في الأنابيب، لما تيجي فصل الصيف مرة تانية وبدك تشغل قصاصة العشب للأسف بيصير عندك البايبات مجمدة أو مجلتن البايبس، فبالتالي ما بتمشي قصاصة العشب وبتخرب بسرعة. فلازم تسحب البنزين من قصاصة العشب أو تستخدمها لما تطفي نهائيا. الشغلة الرابعة اللي تنتبه على الميلان اللي موجود حول المنزل. ما معنى المنزل عندك؟ خلينا نحكي هذا هو المنزل، الرمل اللي حوالين المنزل مش لازم يكون هيك، لازم يكون هيك، أي أن لما ينزل المطر أو الشتاء أو الثلج لما يدوب يبعد عن الأساس تبع المنزل. فلازم كل فصل خريف قبل الخريف تكون مجهز الميلان اللي حوالين المنزل بحيث انه يكون بهذا الشكل. عادة بقول لك تقريبا متر والارتفاع ميلان، يعني هون يكون حوالي قدم الى انه يوصل الى بعد متر الى، فالمية بتنزل بسيلان. الشغلة الخامسة اللي هو تنتبه على تنظيف الثلج. تنظيف الثلج للأسف في ناس بتستقل فيه، تنظيف الثلج في الشتاء لازم يكون أول بأول. أول شغلة إذا لا سمح الله إجا عندك سائل بريد وتزحلق عندك على أي واحد، مش بس سائل بريد، وتزحلق عندك على باب المنزل أو على عندك في ممكن يرفع عليك قضية لأنك مش منظف الثلج صح. تنظيف الثلج لما تنظفه أول بأول، وخاصة إذا فيه سقيع ثلج اللي هو فريز اللي بسموه بلاك آيس مثلا، لازم ترش ملح عشان يدوب هذا. أول إشي لأفراد العائلة عندك ولأصدقائك، وبرضو إذا إجا عندك حدا ما بدك يصير عنده مشاكل يوعى ينكسر وتدخل في فتنظيف الثلج في الشتاء هذا مهم جدا 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 جدا. تنظيف الثلج حتى عليه مخالفة إذا لم تنظف في الوقت المناسب. إذا عندك أمام المنزل تبعت الحريق لازم تنظف حواليها عادة، يعني هذا مفروض البلدية تنظف، بس أهل الحي دائما بنظفوا لأنه أول شيء إذا صار حريق لا سمح الله في منزلك هذا المكان اللي راح يأخذوا منه الماء، فلازم يكون جاهز. إذا ما صار جاهز تبعون الإطفائية بيجوا ينظفوا حواليها، فدائما خليها نظيفة، حاول تنظف ممرات اللي بمشوا فيها الناس بحيث أنك تساعد الناس أنهم ينظف. رقم ستة اللي هو المسبح. إذا عندك مسبح أو جاكوزي خارج المنزل وما بدك تستخدمه في فصل الشتاء، طبعا المسبح ما حتستخدمه، الجاكوزي ممكن تستخدمه لأنه دائما حرارة، لكن في ناس بالشتاء بقول لك أنا الجاكوزي عندي برا بدي أضلني مشغله طول الشتاء، لا بعمل له تنظيف المي، بشيله منه كل المي برموها. وكذلك الموضوع بالنسبة للمسبح، خاصة إذا كان مسبح عائم فوق الماء عشان ما يتفجر. إذا كان جوا الأرض في ناس بيسكروه ويكون الموضوع أخف، بس إذا كان خارج أو عالي لازم تنظف المسبح. رقم سبعة المدخنة. إذا عندك مدخنة وعندك فاير بليس أو مكان لعمل التدفئة في المنزل اللي هو بنسميها الفاير بليس، هذه المدخنة لازم قبل ما تشغلها، إذا ما بدك تشغلها مش مشكلة، بس قبل ما تشغلها لازم تجيب واحد يفحص لك المدخنة. عادة بكون معهم زي مايكروسكوب هيك بدخلوه بحيث إنه ما يكون معشش فيها طائر أو إشي أو مغلقة أو وسخة، فبنظفوا هذه التشيمني بسموها وبزبط لك كل الموضوع. إذا كانت عندك المدخنة على الفرنس لازم أو الفاير بليس على الفرنس ممكن إنك تحاول إنك تضفها برضو إذا فيها أي وسخ.
رقم 8 الفيرنس. الفيرنس اللي هو الجهاز اللي بيسوي لك الحرارة السخنة في المنزل، اللي هو بدفي المنزل. لا سمح الله يا جماعة إذا انقطع عليك التدفئة في فصل الشتاء، الموضوع صعب جدا. أوكي، موضوع صعب جدا، وعادة فصل الشتاء الناس اللي بيشتغلوا في الفيرنس، اللي بصلحوا الفيرنس اللي هو اللهب هذا اللي بيكون تحت عندك دائما في البيزمنت، هدول بيكونوا كتير بيزي في فصل الشتاء. فما بدك تقعد تتغلب وانت وعائلتك تقعد بالبرد لمدة يومين ثلاثة، واسألوا الناس اللي خرب عندهم الفيرنس في الشتاء. فدائما دائما قبل الشتاء حاول انك تسوي مينتيننس على الاقل اشي كل سنتين، هم ريكومند كل سنة، بس على الاقل كل سنتين يصير عندك مينتيننس، يجي صاحب العلاقة او السبيشاليست هذا نادي يجي يضبط لك، يشوفه، يعمل لك عليه تشيك اب قبل كل شتاء عادة عشان يضبط لك اياه. النقطة 9 فحص الروف او السقف. الروف عادة هذه اكبر مشكلة في الشتاء. ليش بيصير تهريب احيانا بين الروف هون شينجلز، يعني بحطوه فوق بعض. اوكي، هلا بتخاف انه يكون في مكان عندك ليك مفتوح مكسر، مع خاصة مع الشتاء اذا دخل بينه بتعرفوا البرد او الثلج بتوسع فبسبب ليك تحته، وبالتالي بيؤدي الى مشاكل وممكن تنزل على السقف وتسبب لك مشاكل، وصدقا راح تكلفك اكثر من انك تعمل مينتنس او تجيب واحد مثلا يفحص لك اياه ويتاكد لك انه كل شيء تمام قبل فصل الشتاء. يمكن تجيبه يفحص لك اياه او يظبط لك الشغلات الصغيره، المشاكل الصغيره، ما يكلفك 100 200 دولار، لكن اذا صارت مشكله كبيره قد تكلفك الاف الدولارات. رقم 10 تنظيف الجترز او اللي بسموهم مجاري المياه اللي بحطوها حوالين المنزل. عاده شو بيصير في هاي المجاري؟ هاي عباره عن زي مسرب بحطوه حوالين المنزل عشان ما تنقط زي ما حكينا على ال جنب البيزمنت، فبحطوها بسووا مجاري حوالين المنزل. هذه شو بصير فيها لما يصير فصل الخريف؟ هذه المجاري بصير فيها أوراق الشجر لما بتتساقط بتوقع فيها، فبتسكر هاي المجاري. بيجي عندك بالشتاء بتتجمد المي فيها، تمسك مع هذا لما تدوب المي بتسكر هاي المجاري، فبتضل المي في الأعلى وانت مش منتبه، هي محشرة فوق، وبعد هيك بتصير تدخل على الروف وتسبب لك مشاكل كبيرة، فهاي لازم تنتبه إلها. طبعا النقطة 11 اللي هي مهمة جدا، إنه الجاترز هاي لما بتنزل تحت عادة بيسووا لك إياها هيك دمايلي وخارجة من المنزل، في إكستنشن تقدر تشتريها من هوم ديبو أو الأماكن هاي، هذه الاكستنشن بتحطها وبتبعد المية عن البيزمنت تبع المنزل، بما معناه إذا المنزل هذا هو المنزل، هذا سقف المنزل، وهون الجترز تنزل هيك البايبز، وعادة زي ما حكينا بيكون لها زي مخرج هيك بسيط وبتضلها لهون. لا، أنت بتشتري لها اكستنشن وبتبعدها عن المنزل قدر المستطاع بحيث أن المية تروح بعيدة عن المنزل وتنزل في الأرض. هذه مهمة جدا انها تكون موجودة. الرقم 12 ويعني هذه ريكومنديشن زي ما بيحكوا، تجميع اوراق الخريف قبل بداية فصل الشتاء. عادة بيصير كثير في تساقط اشجار، تساقط اوراق الاشجار في قبل فصل الشتاء في نهاية الخريف، وبالتالي في ناس بتجمع هذا الورق. في دراسة انا قرأتها من او صديقي اللي حكى لي عنها كمان، انه في ناس بيجمعوا هاي الأوراق وبيحطوها للكب. هو بيقول لي لا، الأفضل إنك بقصاصة العشب قبل ما ينتهي الخريف تجمعها وتقصقصها قدر المستطاع بحيث إنك مالتشت، يعني بتحطمها بتصير صغيرة وبتوزعها بين العشب. العشب فيها نيتروجين كتير وهذه كويسة للعشب تبعك للجراس، فبيجي فصل الشتاء بتلاقي الجراس عندك نما بقوة، اللي هو الجرين هذا الأخضر، وبشكل جيد لأنه أعطيته أنت نيتروجين قوي. في ناس بيقول لك لا، أنا بدي أكبها وتخلص منها وقبل فصل الربيع برش نيتروجين رش على هذا.
هذا نيتروجين طبيعي ما بدك تاعي تشتري، يا اما بتجمع هذا الورق او بتقصه، اما ما تخليه على العشب لانه بيخمج وممكن يؤدي الى خراب في الخضار تبعك. النقطة 13 وهي يمكن آخر نقطة وهي نقطة مهمة جدا، إنك تجهز حالك للوينتر بحيث إنك تشغل السنو بلور اللي هو الجهاز هذا اللي بنظف الثلج على اليمين وعلى الشمال. في ناس بيحبوا بقول لك أنا ما بدي أنظف الثلج بحالي أو ما عندي سنو بلور، بيشترك مع شركة، شركة بتيجي تنظف له الثلج حسب كل منطقة إلى سعر. في شركات تأخذ 300، شركات 400، شركات 500 حسب برضو كبر المدخل الجراج تبعك. جهز كريكات اللي هو الشافلز هاي بسموها، تكون طالعة عندك، مش تروح حطتها في خلف المنزل لما يجي التلج وتكون ما تعرف تطلعها، فلازم تكون مجهزها الشافلز. وين الأماكن اللي بتعمل فيها شافلز تكون قريبة، عادة بكون عندك 2 at least shovels أو 3 حسب الحجم هذا، بس يكون عندك shovels جاهزة. والشغلة الثالثة الملح، جهز الملح. الملح مش الملح تبع الطعام، في ملح خاص بيشتروه بنباع في كل الأسواق بالكياس كبيرة وبرشوه أمام المنزل لما يصير في شتاء وثلج خاصة بكميات كبيرة بحيث أنه يدوب الثلج بكمية بسرعة وما يسوي طبقة ثلجية بحيث أنه لا سمح الله واحد يتزحلق. هاي الأشياء المهمة جدا تحضيرها لمنزلك في فصل الشتاء. 13 نقطة، أهم نقطة فيهم النقطة الأولى اللي هي الفاير فاير ألارم والمونوكسايد ديتكترز. هذه يعني قديش بدي أركز عليها 100 مرة 200 مرة عشان لا تفقد أحد أبنائك ولا عائلتك، وإن شاء الله تضله بالسلامة. هاي الشغلات المهمة اللي لازم تسووها في المنزل، ما تستقلوا بأي نقطة لأنه كل نقطة ممكن تسبب لك مشاكل تدفع عليها فعلا مبالغ كبيرة قبل لا سمح الله إذا سوت أي مشكلة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، معلش طويل شوية، لكن نتمنى لكم كل الخير والسعادة لكم ولعائلتكم، وإن شاء الله نراكم في فيديو قادم. إذا عجبكم هذا الفيديو مرة تانية اعملوا سبسكرايب، اعملوا لايك، واعملوا شير مع أصدقائكم اللي ممكن يستفيدوا منه. السلام عليكم.